بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كيف يكثر الناس يوميا بالله وهم لا يعلمون أو لا يدرون؟ للأسف الشديد طامة كبرى وقع فيها أكثر الناس بسبب الجهل بالعلم الشرعي والاستخفاف بالأوامر الشرعية. أكثر الناس يوميا يقسمون بغير الله سبحانه وتعالى، ورحمة أمي ورحمة أبويا وحياة أمي وحياة أبويا، والنبي 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 هات لي الحاجه دي، والنبي خليه معاك، والنبي ما تنساش تقول له، والنبي والنبي والنبي، والامانه بالامانه، وحياه المصحف وحياه الكعبه وحياه ولادي وحياه الاذان. ده صيغ للحمد او صيغ للحلف لا تحصى، ولا يعرف انه يكفر بالله سبحانه وتعالى ويرتكب كبيره من اكبر الكبائر. الرسول صلى الله في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي عن الحلف بغير الله. الذي يحلف بغير الله فقد جعل لله ندا. انت بتستهون ان انت تقسم بغير الله سبحانه وتعالى؟ مقولة قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تكتب بماء الذهب. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. عارف يعني معنى إيه؟ أنا لو قلت والله العظيم ثلاثة عقدت الأيمان وأنت كاذب، أهون عند الله سبحانه وتعالى من أنك تقول وحياة ولادي أو وحياة أمي وحياة أبويا، تقول والنبي 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 وأنت صادق. للأسف الشديد نحن نستخف الذي يقسم بغير الله سبحانه وتعالى عامدا متعمدا، يستخف برب العالمين سبحانه وتعالى. اتقوا الله سبحانه وتعالى، ما حدش يقول والنبي، ما حدش يقول. وبعض السفهاء بعد ما عايز يقسم بالله سبحانه وتعالى، الانسان عايز يخلي الانسان قدامه يصدقه، فيقول له ايه؟ والله وحياة اولادي حصل كذا. كأن الرجل الذي يسمعه لن يصدقه لو حلف بالله، لكنه سيصدقه اذا حلف باولاده. اذا هو يعضد قسم بشيء اعظم من وجهه نظره، فيقسم بالاولاد بعد ما قسم بالله سبحانه وتعالى. قسم بالله مش كفايه، لكن لما يقسم باولاده يبقى ده خلاص، ده قسم، هو ده القسم الرسمي. كفر بالله سبحانه وتعالى اسمه مضاعف. يعني ازاي انت مسلم وازاي تقول؟ ف ايه حل الموضوع ده؟ له ثلاثه حلول. اولا، نتآمر بالمعروف وننتهي عن المنكر. لو انك سمعت انسانا بيقولوا النبي والنبي والنبي وحياة امي وحياة ابويا، رصص امي من حلف بالامانه ليس منا، انت تجعل ندا رب العالمين سبحانه وتعالى. رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ما شاء الله وشئت. يعني الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: ما شاء الله وشئت. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضب شديد، قال له: اجعلتني ندا لله سبحانه وتعالى؟ قل ما شاء الله. طب ده انت لما بتحلف بالله سبحانه وتعالى انت فعلت اثما اشد من انك تجعل رب العالمين ندا، فعلت اثما اشد من انك تقسم بالله كاذبا. لو انك عقدت الايمان وقسمت بالله سبحانه وتعالى كاذبا لم تبلغ القسم بغير الله، يبقى القسم بغير الله سبحانه وتعالى. لان دي لا ده ده حلف بالله كذب، وده كفر بالله. طبعا الكفر بالله لا يعضده شيء. من حلف بغير الله فقد اشرك. وفي الروايات الاخرى: من حلف بغير الله فقد كفر. الناس بتكفر بربنا سبحانه وتعالى كل يوم 10 15 مره 20 مره، هو قاعد بيتكلم والنبي 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 والنبي، هات الحكايه دي، وحياه امي وحياه ابويا وحياتي عندك وحياتك عندي وحياه المصحف وحياه الكعبه وحياه العشره دول. بعض السفهاء وهو يجلس على المقهى يقول وحياه النار دي، ويقسم على النار، وحياه الاذان اللي انت سامعه ده، كل ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ليس منا من حلف بالامانه. مش مننا، مش مسلمين. يبقى الشيء الاول ان احنا كل واحد منا يسمع واحد تاني يقسم بغير الله يقول له اتق الله، ما تقولش والنبي، ما تقولش حياة امي وحياة ابويا. دي الحاجه الاولى. الشيء الثاني: انذر بينك وبين رب العالمين نذرا انك لو اقسمت بغير الله سبحانه وتعالى ان تخرج صدقه، تتصدق بصدقه مره والتانيه هتبطل. الشيء الثالث: تتوب الى رب العالمين سبحانه وتعالى وتقول لا اله الا الله. إذا قلت والنبي والنبي ولا واحد أمي واحد أبويا، تذكر أنك كفرت بالله كما قال كثير من العلماء. فالتوبة أو مخرجك من هذه من هذا الكفر ومن هذا الذنب الكبير أن تقول لا إله إلا الله.
يعني انت كفرت بالله سبحانه وتعالى، انت جعلت ندا لرب العالمين، فاشركت بالله سبحانه وتعالى، فقول لا اله الا الله، جدد الايمان. لو انت قلت الكلام ده مره ورا مره ورا مره وتصدق بصدق، لكنك تستهين بهذا وتفضل، وبعد ما تسمع العلماء ينهونا ينهونا، واللي يسمع انسان بيقسم بغير الله وما ينصحوش ويقولوش اتق الله، انت تتق انت شريك في الاسم. ازاي تسمع واحد يقول وحياه امي وحياه ابويا والنبي 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 وتقولوش يا عم احلف بالله، ما تقولش كلمه والنبي دي، ما تقولش كلمه وحياه المصحف وحياه الكعب. وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما تسمعش ربنا سبحانه وتعالى ينتقص من قدره ويسب أمامك ويجعل له ندا أمامك وتسكت، لكن تقول له اتقي الله ما تحلفش بغير الله. لو أننا كل واحد منا أمر الثاني هذه ستنتهي هذه الآفة. كم واحد بيكفر بالله يوميا وبيحلف بغير الله؟ أكثر الناس. ولو انت سمعت وسكت انت شريك في الاسم، ازاي تسكت؟ اذا كان سيدنا عمر سيدنا ابو بكر سيدنا عمر كانوا في صفره و احدهما يعني وبعث غلاما لهما ليقضي لهما حاجه، ثم تاخر هذا الغلام فقال احدهما وربما يكون سيدنا عمر هكذا فلان ما نرسله لقضاء حاجه الا وتاخر، انه رجل نؤم وكان هذا الرجل مظلوما. ثم عاد هذا الرجل وكان جائعين فذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنا جائعون، فقال لهم ونظر إليه مستنكرا ومتعجبا قال لهم والله والله لقد أدمتما، يعني كلتم. الإدام معناها واحد بيغمز بحاجة، والله إيه؟ والله إني لا أرى لحم أخيكم بين ثناياكم، أنا شايف لحمه في سنانكم. فقالوا يا رسول الله استغفر لنا، قال لهم لا بل اذهبوا إليه هو فليستغفر لكم هو. رفض الرسول صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لهم. واحد بس تكلم والتاني سمع. يبقى اذا انت لما بتسمع المعصيه وتسكت عليها وكانك راضي بيها انت شريك فيها. اذا سمعتم ايات الله يكفر، فلما تسمعش واحد يقول والنبي 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 وحياه امي وحياه ابويا، كم واحد بيقول النبي والنبي والنبي؟ وكم واحد بيقسم بحياه وحياه والديه؟ سيدنا عمر مره واحده فقال وراس وقال وراس ابي، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر لا تقسم بغير الله، فمن اقسم من حلف وتحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر. ومن حلف بغير الله دي كبيره من اكبر كبائر، انت بتكفر بالله سبحانه وتعالى بكلمه. ازاي يبقى نتقي الله سبحانه وتعالى؟ ما حدش يقول ابدا وحيت امي وحيت ابويا وحيت وحيت ولادي ورحمه امي ورحمه ابويا والنبي 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 وحيت الكعبه وحيت المصحف وحياتي عندك وحياتك عندي. انا حكيت لكم الحديث ده وكنت تحت فيديو سخون شو نشر هذا العلم في ثواب عظيم لعلم علما فانه اكرم عملي بيوم القيامه لا ينقص ذلك من جنون شيء تشوش على الجرس في الشق فانا اسالكم بالجديد وتساعدوني على نشر سنه النبوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.